كيف ما كتعاينوا تقريبا هذه الساعة الواحدة صباحا عاد راه تم الانتهاء من الإجراءات ديال الاستماع. هذا الملف اللي تقدمت فيه المحكمة اليوم ما يزيد على 13 متهم، حوالي الساعة الثانية كانوا أمام السيد الوكيل العام، واللي ما فرج على الملف باش يتحال على السيد قاضي التحقيق يعني مبدئيا حتى الساعة 9 مساء. بعد ذلك بقينا في إجراءات الاستماع أمام السيد قاضي التحقيق اللي قرر إيداع مجموعة من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم للأسف الشديد الوزير السابق سي موديع، واللي لا تنقولها أنه من خلال إجراءات الاستماع اللي تمت أمام لا أمام السيد الوكيل العام ولا أمام السيد قاضي التحقيق فند جميع التهم المنسوبة إليه وأكد على أساس أنه لا علاقة بالمنسوب إليه. اليوم احنا في مرحلة ديال التحقيق، قاضي التحقيق اللي كان مواجه بملتمس ديال الإيداع المقدم من طرف السيد الوكيل العام كان أمامه وقت قصير باش غادي بتفاد الملف. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. القرار اليوم هو الإيداع ديال السي مبدع وبعض المتهمين الآخرين اللي اليوم كذلك متابعين معه. للأسف ما يمكنش نعطيكم عدد الأشخاص الذي تعتقلوا لأنه لا زال الاستماع ساري. أنا يلا دابا لحد الساعة التهم متعلقة بالاختلاس وتبديد المال العام وبالإرشاء والارتشاء وبتزور في وثائق عرفية ووثائق رسمية. هذه التهم. المجموعة ديال شحال هما ديال الأشخاص؟ العدد الأشخاص المقدمين 13 شخص. 13 شخص. لا مرحبا، ما كاين حتى مشكل. المعذرة لأن أنا متعب. للأسف أنا تنقولها للأسف، اليوم سي مبدع سيكون ضيف على المؤسسة السجنية وهو في وضعية صحية جد مزرية. أنا تنقولها كان عنده شهادة طبية في 15 يوم، ورغم ذلك تم استقدامه من المنزل ديالو وتم تقديمه أمام السيد الوكيل العام وهو بملف طبي متكامل كيأكد على أساس أن الظروف الصحية يعني لا تسمح بالسماع إليه، ورغم ذلك تم الاستماع إليه وتم يعني اتخاذ قرار الإيداع. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.